فهنيكم بتقول أول مرة في تاريخ الكرسنا كنا واحد فرق 15 وانا سبعة كنا مباراة تاريخ ومزارة تاريخ أول مرة في تاريخ أنا كده آخر دير يسوع من هنيكم تاريخ كلمات اليوم باش نبدا معكم هذا الحوار الصحفي، لان كنعيش واحد السعاده لا توصف. خمس سنين وانا كنعيش واحد، يعني مع المكسب مسير ديال الفريق كنعيش معهم واحد التحديات كبيره، لان كانت واحد مجموعه الامور، حتى الاسم ديال اتحاد طنجه بغاو يمسحوه، ولكن بعزيمه النساء والرجال ديال المكتب واللاعبين واللاعبات واحد مجموعه الصحفيين انا دائما كنشكرهم. علاش؟ لان دائما كانوا سند لي في السعاده الحزه واللي بغاو يقضيو على السميه. الحمد لله نسينا كل شيء، بنينا واحد الفريق متجانس. واخا انا قدمت استقالتي أن عندي مهام أخرى، السي حسن خذا المشعل مع المكسب مسير، بقيت ديما قرب ليهم، وكنظن وقيلة أول مرة رئيس كيمشي بحالو كيبقى يساند الفريق وكيبقى مع الفريق. كنظن اللي مشى بحالو كيقول بعدي والطوفان، حنا مع الفريق ومع أي فريق كيمثل المدينة وحامل المشعل ديال المدينة. غنكون معكم صريح على أن التتويج يعني لي الشيء الكثير. خذ أنا ربحت مع اتحاد طنجة جوج ديال الكؤوس، كأس العرش الأولى 2005 2006، والبطولة ديال تطوان، والبطولة مع السي حسن شملال. ورغم ذلك كان احساس بالفرحه، لان دخلنا الفرحان طنجه، ولكن هذه الفرحه هذه لا توصف، لان من رحم المعاناه خرج واحد التشويش. اليوم كنجيو التمار
ديال هذا العمل الجبار ديالنا. ها هو الحمد لله كنجنيو الثمار ديالنا الحمد لله، الثمار ديال واحد العمل شاق 15 يوم قبل الكوب كان هناك بدا كيدخل يعني الاكتئاب عند اللاعبين، ولكن الحمد لله السيد الوالد دخل في اللحظه الحاسمه وخص الفريق بواحد المنحه اللي عطاتهم واحد المتنفس جديد ورفعوا التحدي ومشاو للدار البيضاء في العقل ديالهم انهم خصهم يرجعوا بالكاس العرش الغاليه، لان الكاس العرش عندها الرمزيه واكثر من دلاله، خاصه ان مدينه طنجه كتعرف واحد الرعايه ساميه وكتعرف واحد الصحوه تنمويه كبيره على جميع المستويات. الحمد لله احنا حاولنا ان نجيب الكاس، دخلنا الفرحه، الشكر موصول للسيد الوالي ومع جميع الساكنه، الشكر للجماهير، الشكر للصحافه اللي تنقلت واللي ما تنقلتش، كنشكركم كاملين. وهذا الكاس راه ما ديال حتى شي واحد سميتو والفريق حتى واحد سميتو، هو الفريق ديال المدينه وغيبقى اي تتويج للمدينه وكل شيء الى زوال. وشكرا لكم. احنا فخورين بالتكريم اللي جاء من عند السيد الوالي حقيقه، خاصه وهو يعني يعرف كرة السلة، هذا وين عرفت بلي يعرف كرة السلة يعني مليح، ان كونتاكت مع انسان اللي يعرف الرياضة يكون كل شيء سهل، والحمد لله راح يفكر في هذه الفرقة حتى ولو يعني جوزنا هذه السنة ظروف صعبة، ولكن الآن الحمد لله إن شاء الله تقاتلنا هذه البطولة اللي راح نكملوها بكل بأكثر ارتياحية على الكأس، لأنه في الكأس كان عندنا شوية مشاكل والحمد لله الآن. أول حاجة تشكر السيد الوالي على 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 على, على, على الدعم ديالو، الدعم ديالو كان حافز لنا باش حقنا هذا اللقب الغالية على على جميع المغاربة، وبالخصوص فرحنا الجماهير الطنجاوية، وإن شاء الله غادي تنوعدوا الجماهير أنني مازال غادي نبذلوا المجهود ديالنا وغادي نواكبوا في التدريب باش نحققوا ازدواجيه ان شاء الله ونزيدوا نفرحوا الجماهير الطنجاويه. ومن هذه المرة هذا تنشكرهم على المسانده ديالهم وتنطلبوهم مازال يزيدوا يعني من الحضور ديالهم ويساندونا في المقابلات الجايه ان شاء الله. ديجا رميرسي الوالي لا فيل دو طنجي بور سيت اكوي، سي فريمون سي تري بو، سي تري جونتي دو لور بار. فوالا سي سا سي لو ميريت دون ترافاي كوليكتيف دو لا فيل دو ليكيب دو de toute la ville. Alhamdulillah, voilà, on a la coupe ici et on l'a ramené à la maison. Et voilà, alhamdulillah, mais elle a encore le Botola, inchallah. Et on va tout faire pour, avec la ville, avec l'équipe, l'entraîneur, le staff, on va aller jusqu'au bout, inchallah. Comme j'ai dit souvent, j'ai dit, le Jomhour, ils ont, c'est 50% eux aussi. On est venu, on a été à Casa, on a été à Casa avec l'équipe et aussi le Jomhour. Donc, nchokrom bzaf, c'est vraiment bzaf, nchokrom bzaf. Sans eux, je ne touche pas avec le match, mais avec la force et l'énergie de l'homme. Donc, alhamdoulilah, shukran bizaf à l'homme. Merci. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.